الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولن أعدائهم أجمعين. قامت قناة هيسبريس المغربية وقناة أخرى بنشر مقطع تسأل فيه المغاربة عن عاشوراء وماذا يفعل الشيعة في عاشوراء من حزن ولطم على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. دعونا نشاهد ماذا قال المغاربة وما هي آرائهم في أحزان الشيعة للحسين عليه السلام. الاحتفالات الشيعة كيبان لي مقلبين، هذاك الشيء اللي كيديروا أصلا للا جاو المنطقة راه شنو انت كتضرب راسك باش على والو، داكشي خاوي. يقول هذا الاخ ان الشيعة يضربون انفسهم على ماذا؟ الشيعة مضحوك عليهم، لماذا يلطمون ويضربون انفسهم؟ نكمل. الاحتفالات ديال الشيعة اللي كيضربوا راسهم مخالفة للديانة الاسلامية. تقول هذه الاخت ان الشيعة يخالفون الديانة الاسلامية بسبب انهم يضربون انفسهم، يعني من يضرب نفسه جزعا على سبط رسول الله يخالف الديانة الاسلامية، ما شاء الله. نترك هذه الاخت تبين لنا ما هي اجواء عاشوراء التي لا تخالف الديانة الإسلامية في نفس اليوم الذي حزن فيه رسول الله وقتل فيه الحسين. نورمالمون حنا كنعرفوا على ان عاشوراء ملي كنا صغار كنا كنتسناوها بفارغ الصبر باش ناكلوا الفاكهه ونشريوا القشيوشات والوليدات. ما شاء الله. تقول ان يوم مقتل الحسين ويوم نحيب رسول الله وبكاء السماء دما على الحسين هو يوم فرح وفيه نشتري الالعاب للاطفال والحلويات، هذا لا يخالف الديانة الإسلامية. هذا هو الدين، الفرح يوم حزن رسول الله وقتل سبته مع اهل بيته. وملي كبرنا ولينا كنعرفوا ولينا بالغين وكنعرفوا على ان كاين كيصوم الانسان يوم 19. اها، تقول عندما كبرت بدات تعرف ان يوم مقتل الحسين وبكاء رسول الله على الحسين انها عليها ان تصوم 19. هل هذا الصوم له علاقه ببكاء رسول الله والحزن على الحسين؟ لا. في هذا اليوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فيجب ان نفرح ونصوم ونلبس اجمل الملابس، اما قتل الحسين وبكاء رسول الله فهذا لا يعنينا. ما لنا ومن رسول الله ومن الحسين؟ الحسين قتل، تلك أمة قد خلت. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه ستقتل أمته؟ الجواب عني لا أعلم، ولا كلفت نفسي أبحث. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسين سيقتل أو ستقتل أمته أم لا؟ الله أعلم. هل كلف نفسه أن يبحث هل علم رسول الله أن الحسين سيقتل؟ لا يهمه الأمر، قتل الحسين ثم ماذا؟ هل بكى؟ أيضا ما عنيت نفسي أبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم بكى ولماذا يبكي أن سيقتل الحسين، يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم هذا الشيء. لا يعلم أن رسول الله بكى على الحسين ولم يتعب نفسه في البحث هل بكي رسول الله أم لا، لا يهمه الأمر. صدعتون حسين حسين حسين، ما لنا من الحسين؟ الحسين هذا حسين الشيعة، نحن لا علاقة لنا بالحسين ولا يهمنا ولا يعنينا بكاء رسول الله عليه. أما نجاة موسى لا، نفرح جيل بعد جيل، ويجب أن نبحث ونتعب أنفسنا ونجتهد لنبين للناس أن يوم عاشوراء يوم فرح وليس اليوم الذي بكى فيه رسول الله. هذيك دخيلة على الثقافة الإسلامية بصفة عامة، سواء ديال الفرح أو ديال السرور أو ديال القلق وهذاك تيلطم تيضرب ولا شتي في العراق أكثر من هنا، يعني نشتو في العراق. هذا جاءهم من الأخير، لا فرح ولا حزن. أما ما يفعله الشيعة في العراق فهو شيء خيالي. شاهدوا ماذا يفعل الشيعة يوم عاشوراء. طيب في يوم عاشوراء يأتون بكلب ويسمون الكلب عمر وينهالون عليه ضربا بالعصي حتى يموت ويقولون مات عمر مات عمر والعياذ بالله جل وعلا. تكشي خيالي. الله أكبر، يأتون بكلب ويسمونه عمر وينهالون عليه بالضرب. نفهم من هذا أن في يوم عاشوراء يكون يوم انقراض الكلاب، تجد الشيعة يأتي بكلب ويقوم بتربيته، وفي يوم عاشوراء يسميه عمر وينهال عليه بالضرب بالعصي والأحذية القديمة ثم يقول مات عمر مات عمر، إن شاء الله شيء خيالي. ماذا بعد؟ وفي هذا اليوم أيضا يأتون بعرسة ويسمونها عيشة ثم يقومون بضربها بالنعال ثم بنتف شعرها ثم بقتلها ويقولون ماتت عيشة زوج النبي. ما هي العرسة يا إخوان؟ هي هذه. وأنا أسأل الشيعة، لماذا تأتون بعرسة؟ ما ذنب هذا الحيوان المسكين؟ عليكم بالبقرة يا شيعة، بالبقرة، احلبوها حتى الموت، وعندما تموت اربطوا معها حمار واحرقوهما وقولوا ماتت عيشة وأبو بكر. شيء خيالي. صدقت، ما يأتي به سماحة الشيخ العالم الفاهم شيء خيالي. نكمل. تيضرب في راسه ولا تيضرب في رجليه
Je pense pas, c'est pas une tradition. On est des musulmans. الشيعة يضربون أرجلهم؟ بماذا يضربون أرجلهم؟ يحتفلوا إيه ولكن بحال بنادم يضرب راسه وداكشي ما داكشي ماشي معقول هو في الحقيقة لله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصاش على الإنسان دابا مثلا سيدنا علي ولا سيدنا الحسين كنقول أنا بلا ما هما اللي داروا ليه داكشي على ما كنظن أنا على ما كنسمع ملي كنت تما قال لك هما اللي يمكن اللي قطعوا له راسه وبداو كيلعبوا ليه براسه وفي الأخر وبداو كي هما داكشي اللي داروا ليه ولاو كيديروه لنفسهم هما وداكشي راه ماشي معقول في الحقيقة لله. يقول هذا الأخ أنه عندما كان هناك ولا أعلم أين كان. يقول أنهم قالوا له ولا نعلم من قال له. المهم أنهم قالوا له أن الشيعة هم من قتلوا الحسين واليوم يحزنون عليه ما شاء الله. مثل أن الشيعة قذفوا أمنا عائشة فجزاء القذف المحصنات هو الجلد واليوم الشيعة يجلدون أنفسهم عقابا لهم ما شاء الله. كل شيء مدروس عندهم بالمليمتر. في عاشوراء أنا كان لاكل الفاكية وكان لعب في المندير وكان لاخد اللعاب ديال عاشوراء كما كل عام وكنعطيو شي مواعيد الصداقة وهذوك اللي كيضربوا راسهم ما خصهمش يحزنوا. عجيب قناة بهذا الحجم تأخذ برأي الطفلة. المهم تقول هذه الطفلة أنها في كل عام في يوم عاشوراء تأكل حلويات وتشتري الألعاب وهذا حق. فأنا كنت مثلها، كنت أفرح كثيرا يوم عاشوراء وكنت أشتري الألعاب والحلويات وأذهب مع أمي وتشتري الملابس ونفرح أشد الفرح ولا نجد أبدا سيرة الحسين. فقط كنا نعرف أو كانوا يقولون لنا أن الحسن والحسين كانوا توأمين وماتوا وهم صغار. أما طريقة قتله ومع من قتل وبكاء رسول الله عليه وأن السماء أمطرت دما يوم مقتله كل هذه التفاصيل لم نسمع بها أبدا. ننتقل الآن إلى قناة أخرى وماذا قال الناس عن الشيعة وحزنهم يوم عاشوراء. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي. في برنامجكم اجي نسولوا الناس مناسبة عاشوراء كيثار واحد الموضوع ديال التشيع والطقوس الشيعة واللي كيحضى متابعة إعلامية كبيرة. غادي ننزلوا الشارع المغربي وغادي نسولوا المغاربة في موضوع التشيع وفي الطقوس اللي كيديروا الشيعة. للمزيد تابعونا. الشيعة اخويا كاين الشيعة ديال ايران الشيعة الاثنى عشرية اللي تي الإمام 12 تتسنوا فيه يخرج. يقول هذا الأخ شيعة إيران أينما ذكر التشيع والشيعة يذكرون إيران وكأن إيران هي التشيع ونسوا أن إيران قبل أعوام كانت نصيبية ولا علاقة لها بالتشيع. أين التشيع وأين إيران؟ تذهب إيران ويبقى التشيع، تذهب الدنيا ويبقى محمد وآل محمد. افهموا يا وهابية. نكمل. الشيعة أخويا إجراميين، فهمتي؟ هذوك الناس سمعتي ماشي مسلمين. لو كان مسلمين واحد يحن على أخوه ما يقتلش واحد الإنسان باري وتمشي تقتله. يقول أن الشيعة إجراميين يقتلون لا يحنون على إخوته. نسي هذا المسكين كيف أن عمر هجم على دار الزهراء ولم يحن عليها ولا على أبنائها ولا على زوجها. كيحزنوا الحسين والحسن والحسين في كربلاء داك الشيء اللي وقع لهم في كربلاء داك الشيء علاش كيضربوا رؤوسهم بالسلاسل و... ما شاء الله ظننت انه فقط الحسين هو الذي قتل في كربلاء ولكن تبين ان الحسن ايضا قتل معه. معلومه جديده هذه. ماذا بعد؟ علاش غنجي نضرب راسي بالسلاسل لان انا حزين. احنا حزينين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا تشوف راس واش الحسن والحسين احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا واضح انكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم اولا الصلاه على رسول الله ثم احزن عليه ولا تقل وفاه رسول الله. لا تحرم رسول الله من الشهاده بل قل استشهاد رسول الله. فرسول الله قتل بالسم ان كنت لا تعلم والذي قتله هو ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه. وان شاء الله ستاتي هذه الحلقه بالتفصيل الممل ومن كتبكم. فقط اصبروا نكمل. المغرب كاين شي طقوس اخرى مكفسه على هذاك الشيء. في هذه صدقت. يوجد في المغرب طقوس أخطر بكثير من حزن الشيعة على الحسين. فلماذا لا نراكم تحاربون تلك الطقوس؟ لماذا فقط همكم الشيعة وحزنهم على الحسين؟ مديرك ديال الحسين سيدنا الحسين في كربلاء هي اللي كتجعلهم يديروا هاد الحالات. المشكل ديالهم هو الألوهية لله سبحانه وتعالى. ملي هما كيوليو بحال القضية ديال كربلاء الحسين بن علي اللي كيألهوا الإذن كيردوا بحال ليدولاتريس كون أبيل ليدولاتريس دخل في نطاق العبادات، العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول هذا الأخ الفيلسوف أن الشيعة يؤلهون الحسين، الحسين إله عند الشيعة، يعبدونه من دون الله.
هاد الطقوس ديال هاد الناس هو شرك بالله سبحانه وتعالى. داك شاش دخل في الظلاميه يعني لوبسكوروتيزم. يكمل هذا الفيلسوف قائلا ان حزن الشيعة على الحسين شرك بالله. ما شاء الله، هل رسول الله مشرك لانه حزن الحسين؟ يعني تحزن على شخص انت مشرك مرتد حلال الدم والمال. ما شاء الله على اهل التوحيد عباد الشاب الامرد الذي ينزل في ثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا. فلا تنسى أن تضع منبه في ثلث الأخير من الليل كي تدعو ربك حين ينزل. مشاهدينا الكرام، كانت هذه آراء الشارع المغربي، آراء كلها نظرة سلبية حول الشيعة والتشيع والطقوس ديالها. موضوع حلقتنا مشاهدينا الكرام انتهى، إلى موضوع جديد وإلى حلقة جديدة إن شاء الله. يقول كلها آراء سلبية، من الطبيعي أن تكون آراءهم آراء سلبية، فهؤلاء المساكين عبئت عقولهم على أن الشيعة أخطبوط. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرة. هذه القناة غير منصفة صراحة، كان عليها أن تبيح فرصة للشيعة أن يعبروا عن آرائهم أيضا لنسمع الرأي الآخر. أما أن نسمع فقط رأي واحد فهذا تعبنا منه. دائما إذا تحدث شخص مع شخص عن الشيعة مباشرة بدون تردد يقول له الشيعة الذين يضربون أنفسهم. هذا ملخص ما يعرفه هؤلاء المساكين عن الشيعة، لا يعرفون لا سيرة أهل البيت ولا كيف قتل الحسين ولا أي شيء، بسبب الكهنة الكبار الذين يصورون لهم أن الشيعي طيلة اليوم طيلة الأسبوع والشهر والعام يضرب نفسه، لا شغل له سوى ضرب نفسه، ويصورون لهم أن التشيع جاء من الفضاء ليغزو العالم. هل هؤلاء المساكين التقوا بشيعي؟ أبدا. هل فتحوا كتاب واحد شيعي؟ أبدا. هل فتحوا كتبهم وعرفوا ماذا جرى على الحسين؟ أبدا. هؤلاء فقط يسمعون ما يقال لهم في المساجد والقنوات ويرددونه كالببغاء. وأين هم من حديث الثقلين ورزيس الخميس وحرب الجمال والهجوم على دار الزهراء إلى آخره؟ والله هؤلاء الناس مغيبة عقولهم، وعندما يبحثون ويعرفون هذه الحقائق ينصدمون. لهذا تجد الوهابية يمنعون دخول أي كتاب شيعي إلى المغرب. كتاب شيعي في المغرب هو عبارة عن قنبلة نووية. قد يسمحون لك بإدخال قنبلة ولا يسمحون لك بإدخال كتاب واحد شيعي، والسبب الخوف من التشيع. فإن كانت عقيدتهم رزينة وقوية فلماذا هذا الخوف؟ اذهبوا إلى إيران أو العراق ستجدون كل كتب أهل السقيفة في المنازل والمكاتب الشيعية، لأن الدين الشيعي دين رزين وقوي لا يخشى أبدا كتب مخالفيه. فقط هذا يجعلك تترك ديانة أهل السقيفة، هذا الدين الهش الذي بدأ في مرحلة الانقراض. وبما أنكم تكلمتم عن اللطم وضرب النفس فأنصحكم أن تشاهدوا هذه الحلقة، كيف أن عائشة كانت تلطم وتضرب نفسها ووجهها مع الصحابيات عند وفاة أبي بكر. فهل ستقولون أن عائشة كانت تخالف شرع الله وأن فعلها ليس من الإسلام، أم أنها حلال عليها اللطم على أبيها وحرام على الشيعة اللطم على الحسين؟ فالحمد لله الذي جعل الشيعة يحزنون ويظهرون الجزع على الحسين ويحسسوننا بعظمة تلك المصيبة الشنعاء. فلولا حزن الشيعة وإظهار ذلك للناس لطمس ذكر الحسين وأهل بيته إلى الأبد، وهذا ما يسعون إليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.